مساء الفل على الجميع. الخضرة هذا جماعة كلنا بنروح نشتريها زي البقدونس والجرجير ومش عارف ايش. طبعا اللي احنا شايفينها دي اسمها ايش؟ سيلري او قرفس. القرفس شايفين؟ جبت واحدة في رمضان اليومين اللي فاتوا، وزي ما انتم شايفين طلع عندي حوالي، يعني اقولكم 1000. السنة اللي فاتت عملت نفس الموضوع وزرعت واحدة فقط أماية زي هذه. بصوا كل اللي انتم شايفينه هذا طلع جديد، وهذه كلها جذور طلع جديد. هنجيبها ونقطعها وناخد اللي احنا عايزينه ونحطها في شوية مية. كل يوم المية هذه هتنشف هنحط غيرها. السنة اللي فاتت زرعت واحدة في نص الحديقة بقت أطول مني وطلعت بذر ورمته. بصوا اللي حصل بعد كده. بصوا هنا يا جماعة، هذه كلها أشجار، شايفينها كم واحدة؟ بصوا شايفين هنا، هذا كله سيلري طالع لوحده من اللي انا زرعته. شايفين هنا؟ بصوا شايفين شايفين شايفين، هذا كله طلع في المنطقة هذه لأني كنت زرع الأماية أخت هذه هنا، حطيتها في المكان هذا، عملت حفرة طويلة وغطستها كلها وسبت الورق اللي طالع فقط وحطيتها هنا وبدأت. عايزة شوية اسماد مع أرض دايما خصبة، بصوا، ومية باستمرار. شايفين؟ هذا أقسم بالله طلع لوحده ولا لمسته نهائيا. نيجي هنا نشوف بقى يا جماعة، بصوا هنا على السريع، طول ما أنا ماشي المدام عندي أخذت وهو 2-3 سنتي. وبعدين نبات قوي جدا، كل ما هتحط واحدة هتلاقيها تطلع زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين. نيجي نكمل مع بعض هنا، وفي الآخر بعد ما أوريكم هنعرف كيف نزرعها. والموضوع وريتكم أسهل من السهولة. شايفين؟ هذا كله زراعة الجماعة عندي، كانت الوحدة قد هذه، بصوا قد هذه لما اتغرست. شايفين ما شاء الله كيف بتكبر، كانت صغيرة جدا وبتبدأ أهو أهو. هذا القرفس أنصحكم به 100% يا جماعة. ليش؟ لأن القرفس هنا من النباتات القوية لأبعد الحدود. يعني هنروح نجيب الوحدة. شايفين؟ طب هذه بس يا بابا، بس يا بابا دوشة. شايفين يا جماعة هذه؟ اغسليها يا فيروز، تيكت اند واش ات. بص هنيجي هنا يا جماعة، شايفين هذه واحدة سلختها من الأرض عشان أزرعها في مكان تاني. قلت طب لا تموت، حطيتها مع أمها ما ماتتش، يعني حتى لو طلعت بذرة كده نقدر نحطها مع أختها في شوية المية. شايفين الجذور اللي احنا شايفينها هذه كلها بتطلع؟ نقرب هنا، الجذور هذه كلها بتطلع في غضون 3-4 أيام. بنقصقص أهو كله. اغسليها يا بابا، واش ات، جيف هيم ذا أذر وان. أيوة بصوا هنا يا جماعة، كل اللي في النص هذا نبعد عن أختها، كل اللي في النص هذا طالع جديد، ما كانش فيها، كانت هي العودان القديمة اللي احنا شايفينها. وهنا هذه زي ما احنا شايفين كده ولا في أي شكل تاني. إيش اللي بيحصل بعد كده؟ هنحطها في شوية مية صغار جدا، زي موضوع التومة، رأس الثوم، رأس التوم. هنحطها في شوية مية صغار خالص ونقصقص كل اللي فوق. من تاني يوم هنبدأ نشوف الجذور طلعت وهتبدأ تطلع خضار بالشكل هذا. نسيبها لغاية ما احنا عايزين، أسبوع أسبوعين، لغاية ما يبقى فيه مجموع جذري قوي. وبعدين هنيجي في التربة، أنا كنت زارعها هناك في المكان اللي وريته لكم، هنسقطها، هنعمل لها حفرة تكون قدها، طولها 3-4 سنتي أو أكتر شوية، نغطسها ونسيب شوية الورق، هدول هم اللي طالعين فوق زي كده بس. وكل التحتاني هذا هيبقى في التربة. وطبعا يا جماعة أنا ليش بقول لكم كده؟ لأن هذه هتكون الأماية، أول واحدة إحنا هنزرعها في البيت، فيش غيرها. بمجرد ما هنحطها هتكبر، هتفضل تكبر لغاية ما تبقى أطول منكم، هتبقى طويلة جدا. كانت طولي أقسم بالله السنة اللي فاتت كده، وكمية الأزهار خيالية. فانت قدامك ثلاث حاجات، ممكن تزرعها من البدايه في ميه وتخليها لغايه ما تبقى طولك في ميه وبتعيش جوه البيت في بلكونه، المهم عايزه اضاءه قويه، مش لازم شمس مباشره. او ان احنا بعد ما تجزر نحطها في قصيص او علبه كبيره لو ما عندكش حديقه. او الحاجه الثالثه ونجمع بذورها. او الحاجه الثالثه زي عندي، عندك حديقه كبيره خليها تطلع لغايه ما تكبر خالص زي الجرجير كده. بصوا هذه أمي الجرجير واحدة، تفضل تكبر لغاية ما بسيبها وتنشف، يعني القديمة أنا سبتها لغاية ما نشفت خالص، وبعد ما نشفت والبذور حطبت عليها سبتها وقعت على الأرض، سبحان الله اتنقلت بقى في القصص وفي العلب وفي كل مكان. وأصبحت عمري دلوقتي ما بشتري هذه تاني سنة السيلري أو القرفس، عمري ما اشتريته. فوائد رهيبة طبعا في الشربات، شوربة بتغطى على السلطات، فوائد رهيبة. الكرفس بعشقه وجميل، ومن عيلة البقدونس يعني نفس الفصيلة. فاوعوا ترموا هذه القاع اللي دايما بنسيبه وبنرميه اللي هو في النهاية. أحلى مساء ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية. والصيام الواحد صايم مش قادر بصراحة. نشوفكم يلا كفاية خلاص، هلمي فراولة، يلا باي باي. اوعوا ترموا هذا يا جماعة، ها ازرعوها مرة واحدة وعمرنا ما هنزرع تاني، هيبقى عندنا آلاف. السلام عليكم، زراعة القرفس.